في حديث للرسول صحيح بيقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ركز ركز، هو كلام كلام كبير، لأن هو ده اللي ضيعنا، ضيعنا خالص، احنا ضايعين زي ما اتفقنا امبارح. يعني السواك اللي هي في نظرهم هم اخر ما توصل اليه، مش سنه ولا حاجه، عشان هم يعني تلاقي الواد دلوقتي دقنه كده تلاقي السواك هنا، لازم يبقى السواك. قال يعني ما فيش معجون اسنان دلوقتي وفرشه؟ اذا كان، انا بتخيل يعني اذا كان شافها الرسول كان اول واحد استخدمها، لانها احسن حاجه في الدنيا. انما على زمانهم كان في شجره لما تقطعها كده بتروح عامله زي حاجه خشنه كده، فيعني وبتنزل زيت كده معين اهو بيساعد ان الانسان، ما هو لازم الانسان ما اتولدش 2019. في عصور كان بيسعى لاقصى درجه من النظافه على قدره. نرجع بقى للموضوع، هو الرسول بيتكلم عن خشبه صغيره كده، وانك قبل الصلاه تقف تروح عامل كده اهو زي معجون اسنان كده وتروح داخل الصلاه. حد شاف دي مشقة؟ حد يعتقد دي مشقة الوضوء وبعدين بمسك الخشب وبعمل كده؟ أم هو قايل لي بقى عشان نعرفكم يعني إيه مشقة في لغة الله والرسول، في الذهنية الحقيقية للإسلام، الله وما أوحى به إلى رسوله أو إلى رسوله طبعا. فشاف إن الخشبة دي والفعل البسيط ده مشقة، مشقة. لازم كان حد يشوف الفقه الجديد، الفقه القديم يعني اللي هو واصل لنا. فأنا مش شايف فيها أي مشقة، فالرسول اعتبر أنه له أمر بيها خمس مرات، خمس صلوات قد تكون مشقة، فما أمرش لولا أن أشق على أمتي، أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. جميل، يعني دي المشقة اللي في نظر ربنا سبحانه وتعالى، الوضوء واستبداله يا حرام بالتيمم، اعتبر ربنا مشقة تستوجب انه يقول لعباده انا مش عايز عليكم حرج. والرسول في دي وفي غيرها بيهون عليهم الامر، بيقول لهم انا والله لولا المشقة اقول لكم اعملوا السواك اللي هو اصلا ما فيهوش اي حاجة. طب السادة الفقهاء لما تحط بقى الاربع حاجات، الاغلال والحرج والمشقة والتحايل والدخول في التفاصيل، ما شافوش ده؟ طب بعيد ان هم قلدوا القوم اللي ربنا ذمهم في القران في الاربع حاجات، ما احنا بقول لك اللمسه بتاعت يعني بني اسرائيل واصله جدا 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 للفكر الاسلامي في القرن الاول والثاني وللروايات ولكل حاجه. لا، السؤال الاهم، هم ما شافوش ان دي حدود المشقه؟ فالاصوليين، ما انا احكي لكم دلوقتي بدايه قصه الاجماع بقى، الاجماع الاصوليين عندهم قاعده لطيفه قوي لا تطبق على الاطلاق. الاصوليين بالمناسبه يعني من أسسوا لأصول الفقه، وهو الشافعي ومن بعده. وهقول لكم دلوقتي طرفة زي ما أنا شرحت في علم الحديث زمان في الخريطة واحد رمضان 2017، إنه الحديث اتعمل وبعدين علمه. فاهم إزاي؟ حاجات لطيفة جدا، يعني مفترض أنا بحط أسس العلم وبعدين أعمله. اللي حصل ان علم المصطلح ظهر، علم سوري الحديث نفسه ظهر وتدول، يعني تم مداولته يعني، وكتب ونسخ والدنيا جميله، وبعدين عملوا علم مصطلح الحديث اللي هو بيقول نقبل الحديث ازاي والسند والمتن. المهم طبعا ده خلل عشان نكون واضحين. الفقه كذلك، بمناسبه كلامنا عن الاصوليين، الفقه اتعمل وابو حنيفه كان فل وقال اللي عنده كله وتوفى، ومالك قال اللي عنده كله وتوفى، وين جه الشافعي عمل اصول الفقه. اصول الفقه عملها بعد ما هو نفسه قال مذهب وعكسه 100%. بمناسبه يعني هو قال مذهب في العراق ودي معلومه عارفينها، وبعدين عكسه 100% في مصر، وبعدين عمل اصول الفقه. جميل، يعني حاجه لطيف. المهم الاصوليين عندهم حاجه اسمها ايه؟ قاعده. ما في قواعد اصوليه طبعا مش هنقراها دلوقتي، يعني بعيد دي قوي لانها هتضيع يعني نظريه اكتر منها عمليه، انا عايز اللي على الارض. انما احد القواعد الاصوليه يقول لك ايه؟ المشقه تجلب التيسير. افهم المعنى، يعني اي شيء فيه مشقه المفروض في الحكم الفقهي يجلب معه اليسر. يعني نرجع في كلامنا عشان المشقه ما تزيدش، طبعا ده ما حصلش على الاطلاق. وانا قلت امبارح اني هضرب لكم النهارده كام مثل، انا متردد والله وانا داخل دلوقتي اقولهم ولا لا،
لاني حاسس ان هضيعتكم بالفتاوى دي، يعني فتاوى من المذاهب القديمه عن مسائل مثلا في الطهاره او في الطلاق، تطبيق بقى للاربع نقط هتشوفوا شيء غير طبيعي. فمش عارف اقولهم ولا لا يعني حقيقه، يعني وقد اقولهم يعني مش عارف. المهم فالمشقه تجلب التاثير عند الاصيل ما حصلتش خالص خالص خالص. فحصل ايه بقى يا فندم؟ حصل اللي انت شايفه النهارده، اللي هو انت ورثه، انت مش جديد، اللي بيكلمك النهارده مش ممكن يخرج بره مذهب من الاربعه، مستحيل مستحيل. لازم يجاوبك من كتاب زي ما انا بقول دايما الموتى، والموتى يجيبوا على الاحياء، لان الاحياء غير قادرين على انتاج شيء خالص. ما ينفعش انا اقدر افكر في الدين، اعوذ بالله، احنا صغار وهم قمم واحنا مش عارف ايه هم قمم، بس ليه احنا مش ما عندناش فكر في الدين؟ ليه ما نشوفش الازمات؟ ليه ما نقولش ان في خطا في الماضي يجب اصلاحه، بل يجب عزله وابداله واستبداله بغيره؟ موضوع بسيط.